اختتمت أعمال القافلة الطبية بوحدة أم الحويطات الصحية التابعة لإدارة سفاجة الصحية بالبحر الأحمر ضمن مبادرة الرئاسية حياة كريمة. وعلى مدار يومين تضمنت القافلة الطبية توقيع الكشف وصرف العلاج لنحو 309 حالات بمختلف التخصصات الطبية، منها إجراء نحو 42 فحصا معمليا. النهاردة القافلة الطبية بتخدم أهالينا في أم الحويطات بأكثر من 5 عيادات ومعمل متكامل وصيدلية فيها أكثر من 103 صنف، بتشمل كافة التخصصات الطبية المتوفرة في القافلة مع أشعة لخدمة العظام، مع كافة التخصصات الطبية المتوفرة. احنا نشكر حياة كريمة ونشكر كل من ساهم في هذا لعلاج المواطنين من كل الأمراض. نشكر القافلة ونشكر الدعم لمصر والقافلة دي، وأنا جاي أكشف باطني مجانا على حساب الدولة. القافلة النهاردة عندنا ما شاء الله صلاة النبي، يعني الدكاترة وكل التخصصات، وكشفتنا باطنا ومسالك، ونشكر الناس الصراحة الدكاترة والخدمات والعلاج المتوفر معهم. سمعنا عن مبادرة حياة كريمة، بصراحة جيت أكشف، كنت جاي أكشف بطنة، الدكتورة مشكور شخصتني كويس طلبت مني تحاليل، رحت عملتها في المعمل، كانوا بيعاملوني معاملة كويسة والحمد لله، وخدت العلاج وأحسن رعاية وأحسن اهتمام بصراحة. وبصراحة يعني المبادرة كويسة، خدمتنا كتير بحيث إن احنا بعاد عن المنطقة اللي فيها الخدمات المتاحة بتاعتنا.